في كنيسة المهد في عندنا الحجر ده، إذا بنلاحظ عند اللون الأحمر ده جزء من المزود الحقيقي اللي جابوه بسنة 2019، لأنه المزود الكامل موجود مش في منطقة بيت لحم، لأنه أخدوه الصليبيين لأنه مش عايزين حد يحطمه أو يكسره. فعشان كده بركة كبيرة إنه في جزء من المزود الحقيقي موجود لغاية دلوقتي. يلا بسرعة احنا نتكلم. اوكي، احنا دلوقتي نازلين للمكان اللي دفن فيه اطفال بيت لحم، وده مكان جدا جدا مهم ممكن نزوره. ده مكان بيت لحم ولا مغارة قديس جيروم؟ دي لا، دي بتاعة أطفال بيت لحم. اوكي. دلوقتي هوقف هنا وأتكلم لغاية ما يجوا. ممكن تبدأ تصور. شغال الآن شغال. أوكي، إحنا دلوقتي متواجدين في المنطقة في مغارة. دي الموقع كان موقع ميلاد، لأنه كانوا يجوا ويسجلوا أي مولود يكتتب في المنطقة دي. طبعاً هيرودس غضب لانه في ملك اعظم منه حييجي، فاجئ وقتل الاطفال. وهنا موجوده قبور وشغل الاروبا. علي صوت سن. سامعيني؟ قول بصوت عالي. هنا بس هنا عشان نصور هنا حبيبي. خذي غيرك. اوكي. طيب عندنا هنا اذا بتتفرجوا هنا في مكانة موجودة عبور الاطفال، عبور الاطفال اللي هم من سنتين وتحت. حاجة مهمة بحب اقولكم عنها، انه جه هنا المجموعة الاستكشافية واكتشفوا ان دي مقبرة مميزة، لقوا فيها عظام لاطفال اقل من سنتين وعظام للامهات، وده بيثبت صحة الكتاب المقدس انه بالفعل في اطفال من بيت لحم قتلهم الملك هيرودس. بعد كده جت الملكة هيلانا، اذا بنلاحظ هنا موجودة شمعة من 325 لما بنت الكنيسة رفعت فوق المغارة دي الكنيسة اللي هي من اقدم الكنائس في العالم الموجودة من فترة القرن الرابع. كنيسة جدا مميزة وما زالت تشتغل، وده مكان مميز زي ما حضراتكم شايفين. المكان فوق عندنا في هيكل ليوسف اللي هو كان في المنطقة دي يتواجد، وملاك الرب ظهر له وقال له خذ العذراء مريم والطفل يسوع وامضي إلى مصر. فبالفترة دي هو راح لمصر وغابوا لمدة سنتين. ده المكان اللي كان متواجد فيه يوسف والسيدة العذراء، لأن هنا كانوا يجوا ويولد النساء ويولدوا الأطفال. فالملك هيرودس طبعا غضب، وبعد ما غضب زي ما شايفين قتل الأطفال، فتحول من مكان ميلاد إلى مقبرة. يعني دي مقبرة أساساً؟ تحت صارت مقبرة، بس هي في الأساس مكان لولادة الأطفال. على فكرة المغارة مكان ما كنا وحطينا مسكت، يعني كنا واقفين، هي موجودة وراء الجدار ده. بالضبط دي تكملة بتاعتها، بس هم عملوا فاصل ما بين الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية، فعملوا فاصل. نخرج من هنا. لا، هنا كان مخرج رئيسي للكنيسة بفترة الصليبيين، بس بعد كده اتقفل. فهو مقفول طبعاً، بس كان بالفترة الصليبية مفتوح بيودي للمغارة. دلوقتي يا إخواننا هنروح للمغارة اللي كان القديس جيروم يترجم فيها الكتاب المقدس. حلو كده؟ أوكي. يلا هنروح نشوفها. هو ترجم الكتاب المقدس. أمال هنا إيه؟ دي بيت لحم القديمة يا أختي، وبعض الأثار زي مثلا بيوت بنايات. بصوا كان في بنايات هنا وهنا كمان، فبتلاحظوا إنه دي بيت لحم القديمة كانت أوطى من اليمنى، بالضبط زي القدس، بالضبط زي مدينة القدس. جنب أختي هنا تحت موجود عندنا بئر للمية،
ودي اللي يعتقد انه السيد المسيح والعذراء ويوسف شربوا منها. بعد كده بنلاحظ هنا في موجودة شمعة او عمود، وده العمود الملكة هيلانا قفلت البيرة دي وبنت الكنيسة. فدي القواعد الأساسية عشان تبني الكنيسة فوق المغارة اللي ولد فيها السيد المسيح. قبر القبر بتاع القديس جيروم كان متواجد هنا، بس الصليبيين طبعا أخذوا قبره. بس في البداية لما تنيح دفنوه في المكان هنا. طبعا كانت باولا، هلا بنشوف، كانوا مساعدين له متواجدين في المنطقة دي. دلوقتي حندخل إذا يا أختي اللي عمل العهد القديم ترجمه من اللغة العبرية إلى اللغة اللاتينية، والعهد الجديد من اللغة اليونانية إلى اللغة اللاتينية، واستخدمته الكنيسة الكاثوليكية إلى ما يعادل 1000 سنة. فبيسموها الفولجاتا او الفولجيت. بعد كده جت ترجمات ثانيه كانت قديس جيروم. قديس جيروم مشهور قوي وليه اقوال كثيره وتفاسير حلوه جدا للكتاب المقدس. With some dresses which belong to the Persians. So they thought it's something holy for the Persians as well, that's why they say it. But the Dead Samaritans. طيب اللي بيحب يعني يقعد ممكن. هنا هنا على تحت موجود عايز اقول لكم عن الموقع اللي احنا متواجدين فيه. هي دي نفس المغارة اللي عزل القديس جيروم نفسه وترجم الفولجاتا أو الفولجيت للغة اللاتينية. كانت بفترة 380 لغاية 384. هنا في عندنا الشكل على الموزيك الرسمة بتاعة القديس جيروم والمساعد بتاعه الخامس، وفي عندنا باولا دي كانت ملكة لها مركز عالي، ودي استخيوم هي بنتها اللي كانوا يساعدوه في الترجمة. هلا في عندنا تقاليد، في تقليد كاثوليكي بيقول انه كان البنات ينزل من هنا للدرج ده ويطعموا لانه هو عزل نفسه. بس انا بحب اقول لكم شيء مميز، انه هم الله استخدم باولا وبنتها وكمان المساعد علشان يساعدوه ويجيبوله للاكل عشان يقدر يترجم الكتاب المقدس. ملاك ينزل عشان يجيب دلوقتي يعني؟ بحسب التقليد. حسب التقليد. باولا. دي اختي واحده من مناطق روما اسمها باولا. وباولا دي بولا جت وساعدت بولا او باولا هي جت وساعدت القديس جيروم. يعني كانت قاعده معاه في المغرب؟ لا، كانت عندها دير وهي اللي ساعدت في بناء كنيسه اللبن الحليب اللي كنا فيها يا اختي في فترات نهايات القرن الخامس. طيب الكنيسه المهد حصل فيها احداث كثيره. حصل فيها بسنة 529 السامريين عملوا ثورة على المسيحيين، وعملوا ايه؟ حطموا أجزاء كبيرة من الكنيسة فانهدمت، ما عدا ضل بعض البقايا اللي متواجدة فيها. حاجة تانية حصلت ب 614، ودي قصة كمان مميزة جدا، إنه زي الله حمى كنيسة القيامة من الهدم. ب 614 جه الفرس، والفرس هدموا الكنائس كلها في المنطقة ما عدا كنيسة المهد. عارفين ليه؟ هقول لكم ليه؟ كان عامل لك عنها لحطموها وما رضوش يحطموا الكنيسة دي، لأنه لما دخلوا للكنيسة لقوا فيها زي لوحة زي كده موزيك، كان المقوس لابسين نفس اللبس السامي اللي هو بتاع الإيران. فقالوا ايه ده نفس ثقافتنا.
قالوا لا مش عايزين. بس هنا في معلومة جديدة بحب أقولها، ليه كمان ما هدموش كنيسة المهد؟ في أحد المؤرخين بيسجل بيقول إنه هم بيأمنوا في الآلهة ميرا، واحد إله ليهم، إنه حاجة طلعت ظهرت في المكان ده ومنعتهم يهدموا الكنيسة. فالكنيسة دي انحمت عدة مرات. ليه؟ لأنه حصل معجزات كثيرة فيها، لأنه ده مكان بالفعل مكان مقدس. في حاجتين، اللبس بتاع المكبوس والإله بتاعه. بالضبط. يعني أكثر من حاجة. فبالفعل معجزات بتحصل لأيامنا، فالرب هو أمس واليوم وللأبد. يعني الله هو نفسه اللي كان يعمل قبل 2000 سنة، هو ما زال بيعمل لغاية في أيامنا. أمين. بجد إذا حد عايز يسأل أي شيء، مقبرة لقوا فيها العظام من سنتين وتحت، وده شيء مميز. هنعرف نشوفها؟ بنحاول نروح نشوف العظام الجماجم بتاعتهم. نعم. هنا المقبرة كان فيها العظام هنا، بس نقلوا العظام. يعني أخذوا الكنيسة القدسية أخذت العظام وودتها لمكان ثاني. لأنه العظام دي يعني عايزين تكون مشتركة، فأخذوها وودوها لمكان آخر. في عندنا حاجة ثانية كمان، اكتشفوا عظام في المقبرة لأمهات. الأم دائما بتحاول تدافع عن أولادها. فكانت قتلوا معاهم لأنهم حاولوا يخفوهم. بس حاجة حلوة حصلت إنه عندنا المعمدان بحسب التقليد إنه في صخرة انشقت ودخل واختفى فيها. ودي الصخرة إن شاء الله حنشوفها جزء منها في مدينة صخرة. في صخرة مازالت موجودة. النسر خدوا النسر ده حاجة تقليدية. يعني في حاجات تراديشنال تقليدي وفي حاجات كتابية.